استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بمكتب سموه في معسكر الروضة، وبحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة اللواء الركن بحري ديمتري ماليتري قائد القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمحيط الهندي والوفد المرافق له خلال زيارته لمملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب سمو قائد الحرس الملكي بقائد القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمحيط الهندي والوفد المرافق، وبحث سموه مع الجانب الفرنسي إمكانيات التعاون في المجالات العسكرية بين البلدين وسبل تطويرها في المستقبل. كما قدم ركن بحري ديمتري ماليتري الشكر لسمو قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة على دورهم في تنمية العلاقات وتعزيزها بين الجانبين.